خلونا نهدى شويه، وعايز اقول لكم اعتقد انكم بتشاركوني هذا الراي، يعني ان الفنانه الكبيره شاديه محل اعجاب وترحيب، ومجرد اي خبر عنها يمس صحتها بيحزن ملايين المصريين. شاديه صوت النيل، شاديه صوت مصر. شاديه قريت عنها خبر من كام يوم انها صحتها بعافيه، اسرتها بتطمنا. شاديه اطال الله عمرها، تتجاوز عمرها الان 85، اعتزلت منذ ما يقرب من 30 عام، ولكن صوت مصر يحتاج من المصري افندي نبعت لها تحيه في التقرير اللي جاي ده عن شاديه. هيروح منك يا عين، هيروح من قلبي فين؟ يا طينك وفداها عليا، انا بحبك قد عليا. قولوا لعين الشمس ما تحماشي لحسن حبيب القلب الصبح ماشي. آه يا سمارة، على مدار 37 عاماً من التوهج الفني قدمت خلالها 112 فيلماً وعشرة مسلسلات إذاعية ومسرحية واحدة. تركت الفنانة العظيمة شادية بصمتها في تاريخ الفن بأغان وأدوار درامية خالدة في ذاكرة المصريين. ولدت فاطمة أحمد شاكر الشهيرة بشادية بحي عبدين بالقاهرة، واكتشفها المخرج أحمد بدرخان في استوديو مصر حينما قدمت للمشاركة في فيلم أزهار وأشواك، حيث كان عمرها 17 عاماً. قدمت شادية صاحبة الوجه البشوش أكثر من دويتو فني ناجح مع عمالقة السينما، وحققت أفلامها إيرادات كبيرة مع الفنان أنور وجدي ثم الفنان كمال الشناوي، وشكلت مع الراحل صلاح ذو الفقار ثنائياً فنياً قدم من خلاله أفلاماً حفظت في أرشيف السينما المصرية لسنوات عديدة، أبرزها مراتي مدير عام وكرامة زوجتي وعفريت مراتي وأغلى من حياتي، الذي قدم فيه شخصيتي أحمد ومنى كأشهر عاشقين في السينما المصرية. دخلت شادية مدرسة محفوظة الإبداعية في ستينيات القرن الماضي، فقدمت روايات اللص والكلاب وزؤاء المداء وميرامار وشيء من الخوف ونحن لا نزرع الشوك. على خشبة المسرح قدمت شادية مسرحية ريا وسكينة مع سهير الببلي وعبد المنعم مدبولي وأحمد بدير لمدة 3 سنوات، وكانت المسرحية هي التجربة الأولى والأخيرة لها على خشبة المسرح. وفي مجال الطرب قدمت أكثر أغاني الأفلام خفة ورومانسية، وفي مضمار الأغنية الوطنية ما زالت أغنيتها يا حبيبتي يا مصر تلهب المشاعر كلما ارتفع صوتها. شادية التي تربعت على عرش السينما المصرية قرابة الربع قرن أبت أن تعتزل إلا وهي في القمة، وذلك في ثمانينيات القرن الماضي، تاركة صورة ابتسامتها الصافية في أذهان محبيها. فبعد أن أتمت عامها 50، عام 1984 احتجبت تماماً عن الأضواء، ورفضت كل عروض الظهور والتكريمات التي عرضت عليها بعد اعتزالها، والتزمت الصمت التام، ولم تظهر إلا مرتين بصوتها، الأولى أثناء أحداث ثورة 25 من يناير في مداخلة تلفزيونية، والثانية برسالة صوتية خلال تكريمها من أكاديمية الفنون. إنها شادية واحدة من أيقونات الفن في تاريخ مصر. زينة غالية علينا زي ضيعنا.